التربية التي يمارسها الأبوان من منطق السلطة، من منطق الاستعلاء، هي تربية منفرة. نحن نحتاج إلى تربية غير مباشرة، نحتاج إلى تربية إقناعية لا تربية استعلائية. لاحظوا ما ورد في الحديث عن النبي محمد: رحم الله والدين حملا ولدهما على برهما، ولعن الله والدين حملا ولدهما على عقوقهما. التربية غير المباشرة يلخصها لنا النبي صلى الله عليه وآله في قوله: لاعب ابنك سبعا، وأدبه سبعا، وصاحبه سبعا. السبع السنين الأولى أن تصنع علاقة عاطفية حميمة مع طفلك. الطفل سيد 7 سنين، كن على علاقة لعب ولهو وعاطفة حميمة بينك وبين طفلك، حتى يشعر طفلك أنك منه وهو منك. ثم تيجي المرحلة الثانية: وأدبه سبعا. كيف تؤدبه سبعا؟ هنا نتكلم عن التربية غير المباشرة، أن يرى الأدب فيك فيتعلم منه. ليس التأديب بالكلام، التأديب سلوك، أن يكون سلوك الأبوين سلوكا مؤدبا ليغرس الأدب في نفس الطفل. لا تنهى ولدك عن التدخين وأنت تدخن، لا تنهى ولدك عن الكذب وأنت تكذب، لا تنهى ولدك عن التعريض بالآخرين وأنت تغتاب الآخرين. أنت تربي من خلال سلوكك. إذا رأتك الأسرة منضبطا ملتزما بالأنظمة، كان التزامك تربية غير مباشرة. أيضا التربية الإقناعية لا التربية الاستعلائية. حاول مع طفلك في كل التعاليم أن تبرر له التعليم، حاول دائما أن تفسر له قبل أن توجه، أن تقوم تربيتك على إقناعه لا على الاستيلاء عليه. نجي إلى المرحلة الثالثة: وصاحبه سبعا. إذا بلغ طفلك 14 سنة تحول إلى صديق، تحدث معه في أموره الخاصة، أموره العامة، ليشعر ولدك أنك صديقه، تفهم أوضاعه، تفهم مشاعره، تفهم عواطفه. إذا شعر ولدك أنك قريب منه اعتبرك صديقا له، أباح لك بأسراره. هذا هو الطريق الأول. إذا ضمننا من داخل البيت تربية غير مباشرة إقناعية، حققنا رصيدا للمستقبل لئلا ينفصل عنا أبناؤنا. ما هي فلسفة الأسرة في الإسلام؟ فلسفة الأسرة في الغرب: الأسرة مؤسسة لكنها مؤسسة مادية في نظر الغرب، بينما هي في نظر الإسلام مؤسسة روحية. أنت الآن عندما تدخل موظف في أي مؤسسة، تجد أن المؤسسة قائمة على لغة الوظيفة، ومعنى أنها قائمة على لغة الوظيفة يعني كل فرد من المؤسسة عليه واجبات وله حقوق، بعد ما إلى شغل بالآخر، المهم أن أعطى حقوقي، المهم أن أقوم بواجباتي. لا توجد أي روابط روحية بين أفراد المؤسسة. إذا تعاملت الأسرة بلغة الوظيفة سوف تفقد الترابط بمرور أيام. إذا تعاملت الأسرة بلغة الوظيفة، أعطني حقوقي، أعطيك حقوقك، قم بواجباتك لأقوم بواجباتي. إذا تعاملت الأسرة بلغة الوظيفة ستتفكك بمرور الوقت. أما فلسفة الإسلام للأسرة فلسفة روحية قائمة على روابط عاطفية، على روابط إنسانية، يعبر عنها القرآن الكريم: الذي جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
الأسرة هي التي تقوم على المودة والرحمة. الأسرة بالمنظور الإسلامي مؤسسة تغمرها الرحمة.